يحرز. هنشوف هنا شيكابالا وادي التصويب. الله 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 الله، يعني سكوت هنسدد. وشيكا شيكا اقدامه واهدافه كلها مزيكا. حكينا عنك واتكلمنا عنك، بنقول عنك الموهوب، ولا بد لنادي الزمالك ان هو يستفيد منك. شيكا شيكا اهدافه واقدامه كلها مزيكا، تسديده على طريقة الكبار بمهارة الهدافين وروعة المبدعين. شيكا من اللاعبين الرائعين. هدف اول رائع رائع لنادي الزمالك في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 25. واحد لا شيء، شيكابالا لسه بيقترب الحقيقة. هذا الدولارات، ادي شيكابالا حطها بالمقاس بالمسطرة، ارتقى فوق الجميع. حمزة وكان احلى واجمل من الجميع، وكأنه افتقد الجاذبية الارضية وقال لأرض الملعب ابعدي عني شوية، انا عايز احطها في الزاوية الارضية. اتنين لا شيء عرضية، مين هيجري معاها الحوار؟ استقبلها شيكابالا وتعود. لا ده امواج، الموج الابيض بقى مش الموج الازرق، موج ابيض في الملعب لنادي الزمالك. وادي هنا التسديدات، والتالت والتالت والتالت. سكوت هنسدد، قالها اسامة حسن صاحب الهدفين في الدوري الممتاز مع نادي الزمالك ولاعب نادي انبي وناشئ النادي الاهلي السابق. حطها على طريقة الكبار وبمهارة القناصين لتعلن عن الثلاثية زملكاوية بيضاء. شوفوا شيكابالا كل الاهداف من هذا اللاعب، تمريراته حريرية، لكن هنا التحضير كان جميل الحقيقة من علاء عبد الغني. شوفوا هنا بقى أسامة حطها من لمسة، يعني كأنها بيقول لها روحي في هذا المكان، حطيت روحي ولا تحتاري أبدا، حطيت فيك كل أفكاري. يعني مرت وعدت وبسهولة جدا. النادي هجمة مرة تانية النادي الزمالك، وفات الكرة العرضية في منتهى الخطورة، جول جول عبد الحليم علي. قلت لحضراتكم مش هيفوت الفرصة، مش هيفوت الفرصة أبدا، إلا لازم يظهر في الكادر قدام حضراتكم ويسعد الجماهير القليلة اللي بتشاهد هذا اللقاء، ويسعد جماهير الزمالك اللي بتشاهد هذا اللقاء عبر شاشات التلفزيون، ويضع الهدف الرابع في الدقيقة 51 من عمر هذا اللقاء. هدف رابع يعبر ويفصح عن الفارق الكبير اللي تحدثنا عنه في بداية هذا اللقاء، وإن كنا وضعنا احتمالية إن حدوث مفاجآت، ولكن أداء فريق بني سويف وتحركات وتمركز لاعبيه وفارق الخبرة الكبير وضح تماما المسألة لحضراتكم برباعية حتى الآن بعد ما وصلنا للدقيقة 52 من عمر هذا اللقاء. عبد الحليم بيضع الهدف الأول ليه والهدف الرابع لنادي الزمالك. لعبة نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين مفيش ضغط نهائي، ادي ترقيصه واحده والثانيه ورجوع مره ثانيه، وادي يا سلام جون جميل جدا 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 بيضعه الموهوب حازم امام بالعقل. مفيش اجمل من كده. هنشوفها مره والثانيه واتحطت الكوره في رؤيه حلوه، وهدف جميل لمصلحة نادي الزمالك. هنشوف ادي الكرة وادي الترقيصة من جمال حمزة وريحها لحازم امام اللي شايف المرمى مفيش احسن من كده، ببطن رجله يحطها على طول على شمال سيد مختار علشان يحط هدف جميل ويضع الثقة في نفسه، ويضع ايضا الثقة في هنا رمشيل اللي بيستفيد من هذا اللقاء السهل ان هو بيدفع بنجم كبير زي ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك. ركلة جزاء وادي هنا داخل وائل الأباني وجوه وهدف جديد لوائل الأباني وستة لا شيء. النتيجة الكبيرة ديت الحقيقة نتيجة كبيرة جدا. شوفوا حطها، حط الحارس في زاوية والكرة في زاوية وعلى طول بتتلعب بشكل حلو قوي. وائل الأباني والسادس الزملكاوي، ستة لا شيء. على
علشان كده تعبيرات واضحة جدا. وادي حازم امام بضربة رأس جميلة بكرة عرضية زملكاوية قابلها امام بدماغه وحطها سهلة جدا، محدش معاه خالص، لوحده كأننا في تمرينة لنادي الزمالك. سبعة على شيء، لا ده مباراة اشبه بكرة اليد ولا ايه؟ شوفوا هنا اللمسة والمحاولة، وادي التمريرة حلوة جدا والانفراد. هلا هنشوف الثامن، عارفين مين اللي جابه؟ هو احمد غانم سلطان رقم سبعة بسهولة شديدة جدا، يعني ما نقدرش نتكلم غير ان احنا نقول هدف ثامن زملكاوي. تمانية لا شيء، ده اشبه بكرة اليد بسهولة جدا هذا الهدف. تمانية لا شيء، تمانية لا شيء، احمد غانم سلطان. يعني اهداف متعددة، هل بقيه الفريق بني سويف بالمشاهده فقط؟ وادي هنا ممكن، وادي هنا مصطفى جعفر والترقيصه، وهيتصرف ازاي؟ والهدف الجديد هو جعفر التاسع، 9 على شيء. مباراه غريبه، يعني فريق بني سويف يرفع الرايه تماما، ويعني بيقول لنادي الزمالك الجول جولك والمرمى بيتك يا نادي الزمالك، احرز كيفما تشاء وحينما تشاء. مصطفى جعفر هدف جديد زملكاوي. تسعة على شيء،